قبل ما صورتك في البطن عرفتك، وقبل ما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. فقلت: آه يا سيد الرب، إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فقال الرب لي: لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. لا تخف من وجوههم، لأني أنا معك لأنقذك، يقول الرب. متابعي قناة القيامة، بكل المحبة نكون معكم ببرنامج مسيرة مع الرب. اليوم ضيفنا من السليمانية العراق هو الأب أيمن عزيز هرمز، راعي كنيسة مار يوسف الكلدانية. يا أهلا وسهلا بأبونا أيمن. أهلا وسهلا بكم وبقناتكم الموقرة قناة القيامة. أبونا العزيز، اليوم أريد نتعرف على شخصك، على الرعية اللي حضرتك تخدم بيها. فحضرتك راعي كنيسة مار يوسف للكلدان في السليمانية، نتمنى تنطينا نبدأ على هالرعية، كيف الأوضاع هناك؟ نحن رعية مار يوسف الكلدانية في السليمانية، اللي هي الرعية الرسمية والرئيسية في مدينة السليمانية، نقدر نقول الرعية الوحيدة، يعني هي لأن يعني مدينة السليمانية بها كنيستين كلدانية وزائدة كنيسة واحدة قبطية. الكنيستين الكلدانية هي كنيسة مريم العذراء، اللي هي مثل مزار كان صارت وسلمت في الفترة الأخيرة للرهبان موسى الحبشي، الرهبان الخليل، رهبنة الخليل، الدير موسى الحبشي، فتحوا بها الدير، فهي صارت مثل دير أكثر مما هي كنيسة. أما كنيستنا اللي هي كنيسة جديدة اللي أسست سنة 2002-2003 كانت الافتتاحية مالتها، فهي الكنيسة الرسمية، كنيسة الرعية نقدر نقول، وكل الناس يجون يحضرون في هذه الكنيسة. وكنيسة القبطية هي في قيد الإنشاء، لا زالت غير مكتملة، لأنه رعية الأقباط في سليمانية قليلة جدا. حضرتك راعي هالكنيسة من ياسنة أبونا؟ أنا من وقت رسامتي الكهنوتية بقيت شهر واحد في كركوك، بعدين أرسلت إلى السليمانية وتعينت كخوري رعية كنيسة مار يوسف هنا في هذه المدينة. يعني هسه بعيد الانتقال، بعد عيد الانتقال راح يصير عندي 11 سنة أنا في خدمة رعية مار يوسف في السليمانية. من 16/8 سنة 2010 تعينت كخوري رعية مار يوسف في السليمانية، يعني 11 سنة. نعم. العوائل الموجودين في السليمانية التابعين كنيسة مار يوسف، كم عددهم؟ كيف يتم التواصل معهم؟ عدد العوائل المسيحية اللي موجودة في السليمانية ما يقارب 300 عائلة، أغلبهم من الكلدان، و تقريبا الأكثرية اللي هم من أهل السليمانية، اللي هم مع تأسيس مدينة السليمانية موجودين في السليمانية، هم كلدان كاثوليك. أما البقية فأكو كثير يعني جايين من مناطق أخرى، فأكو آثوريين بيها، أكو أيضا أرمن، أكو سريان أرثوذكس، سريان كاثوليك، لكن بالنسبة لجميع العوائل هم تحت مظلة كنيسة مار يوسف، كلهم يجون يشتركون في القداس، لأن يعني هي الكنيسة الرعية الوحيدة مثل ما قلت، فيجون يشتركون في القداديس اللي موجودة في الكنيسة. وبصراحة نقدر نقول أنه كنيستنا وكأنه هي كنيسة جامعة، تحقق هاي الجامعية الكنيسة الأم اللي تجمع أولادها. أحيانا أكو أشخاص في الرعية ما أقدر أميز إنه هذا سريان أرثوذكس أو سريان كاثوليك أو هذا أرمني، يعني هل قد متداخلين مع بعضنا البعض؟ هل قد محققين القوة الحقيقية اللي هو يسوع دعانا إليها وأيضا يدعونا دائما أن نحققها في حياتنا وفي كنائسنا؟ فتقريبا 300 عائلة عندنا في المدينة السليمانية، صح أغلبهم من الكلدان، لكن كل الطوائف مشتركين في هذه الرعية، ونحن أيضا بخدمتنا وبرعايتنا
ما نفرق بين الطوائف والمذاهب اللي موجودة في هذه المنطقة. أريد نتكلم عن الشباب الموجودين يمكم، ما هي النشاطات نعم. اللي تقومون بها؟ وخاصة جت جائحة كورونا، كثير من الكنائس وقفت نشاطاتها. بالنسبة إلى كنيسة مار يوسف الموجودة في السليمانية، كيف كانت أوضاعها؟ بصراحة نحن في شهر الثالث 2020 عندما بدأت يعني تضطرب الأمور عالميا، أغلقت كثير من الدول، يعني وصلنا مرحلة مخيفة يعني كل العالم والدول. فشهر الثالث 2020 زائدا الرابع 2020 يعني كنا حتى استخدمنا وسائل التواصل الاجتماعي لغرض أنه ننقل القداديس أونلاين، لكن هذه حتى عيد القيامة 2020 استمرت هذه العملية في الأونلاين. لكن بعدها بدأنا بمشوار جديد، لأنه بدأ تفتح الأمور شوية بشكل أفضل، خاصة هنا في السليمانية كانت الناس تروح وتجي بشكل طبيعي. ففتحنا الكنائس وبدأنا نمارس نشاطاتنا ونمارس قداديسنا بشكل، أيضا أخذنا احتياطاتنا اللي العالم بدأ يأخذها باستخدام كمامات وكحول وإلى آخره، لكن بدأنا نفتح الكنيسة تدريجيا. ونقدر نقول نحن يمكن من أقل الكنائس اللي موجودة في المنطقة اللي تأثرنا بجائحة كورونا، لأنه استمرينا على نشاطاتنا. قد يكون قلة العدد في هذه المنطقة، في هذه المدينة، قلة عدد المسيحيين الموجودين في المدينة ساهم في أنه نحن نستمر بنشاطاتنا. ولزمن طويل كنا نحن نشوف كثير من الكنائس في مدن أخرى وفي مناطق أخرى كانوا غالقين الكنائس، غالقين التعليم المسيحي، غالقين النشاطات، لكن نحن استمرينا. حتى كان أكو في كنيستنا دورات للتعليم الشمامي اللغة الكلدانية، اللي ما تسنى لهم في الفترة الفاتت أنه يتعلمون هاي اللغة الليتورجية الجميلة واللي هي لغتنا الأصلية طبعا، لكن بديت دورة لفترة مكثفة لأنه دوام مدارس وكليات ما كان عندهم هذول الشمامسة اللي موجودين بالكنيسة، فتعلموا وبدأوا يقرؤون، بدأوا يشاركون بصلاة الرمش والصلوات الطقسية الأخرى. فهذا كان نوع من انتهزناها الفرصة أنه تعلمنا، وأيضا استمرت الأمور بشكل طبيعي ولحد الآن نحن مستمرين. أحيانا تزيد هاي الجائحة ناخذ احتياطات بشكل أكبر، لكن الحمد لله والشكر أكيد ما وقفنا القداديس والنشاطات أبدا. ولهذا حتى إذا تشوفون على موقع كنيستنا ما كثير أكو أونلاين نقل لقداديس ونقل للنشاطات، يعني هي كلها موجودة بالواقع، كلها نحن نكملها بشكل طبيعي، فليش ننقلها أونلاين؟ ونشكر الرب، وإن شاء الله نتمنى أنه كل الكنائس تنفتح وترجع الوضع بشكل طبيعي. نتمنى أكيد. أيضا هل لديكم نشاط التعليم المسيحي، التناول لحد الآن؟ انطينا نبذة أبونا. نعم، بالنسبة للتعليم المسيحي نحن مستمرين، يعني النشاط اللي ماخذ عندنا الأهمية الأولى في كنيستنا هو التعليم المسيحي. نهتم جدا بهذا النشاط ونحاول أنه نجمع الأطفال، الشباب، المراهقين سوية في كنيسة. كل يوم جمعة عندنا تعليم مسيحي يبدأ الساعة 10:30 وينتهي الساعة 1، وأكو باصات توصل أو قسم أهاليهم هم يجيبوهم. هاي فرصة للقائنا مع الرب، فرصة أنه نلتقي التعليم المسيحي، نتعلم مبادئ الإيمان المسيحي. ورغم أنه يعني حتى بالنسبة ما عندنا الكادر القوي مثل باقي المناطق، مثل بغداد أو مثل أربيل أو مثل باقي المدن اللي بيها زخم كثير من المسيحيين أو زخم كثير من الناس المؤمنين أو الناس اللي هم داخلين دورات لاهوتية، لكن بالشيء اللي موجود عندنا نحاول نحن أنه نوفر أفضل ما نحن نقدر نقدمه. ونشكر الرب يعني بشهادة أيضا بعض الجهات أنه يعني نحن بنسبة عدد العوائل إلى عدد المشاركين في التعليم المسيحي من أطفال ومن شباب، يعني طلعنا من أوائل الكنائس على مستوى العراق يعني. نعم،
حضرتك تشارك بالتعليم المسيحي؟ ما هو دور أبونا؟ يعني أنا أبونا أكيد أنا القس وأنا المشرف الأول، الأول يعني خادم الأول للتعليم المسيحي، ما أقول المشرف الأول وكأنه أنا مدير مدرسة، لا، لكن أنا المسؤول وبنفس الأول للتعليم المسيحي، وأنا الخادم الأول للتعليم المسيحي، وبنفس الوقت أنا معلم من معلمي التعليم المسيحي. عندي مرحلة أيضا أنه مرحلة الإعداديين والجامعيين أنا أقريهم التعليم المسيحي في كل جمعة. آمين يا رب. أريد تعليق من أبونا أيمن حول أرفض الكبرياء واعتبر جميع الناس أبر منك. يعني هذا الكلام نقدر نقول يسوع يقول مهما فعلتم فقولوا نحن عبيد بطالون. نعم. يعني بالإنجيل موجودة، فنحن علينا أنه يعني أنه نرفض الكبرياء بأنه ما نركز كثير على ذاتنا، ما نركز كثير على نفسنا، لأنه الآخرين أيضا عندهم دور ونحن عندنا دور، كلتنا نحن نعمل سوية، ولازم دائما نكون ممتنين وشاكرين للرب على كل عطايا لنا. ما ننسى الكبرياء هو مرض، إذا نحن انطيناه فتحنا إلى الباب أنه يتغلغل إلى دواخلنا وإلى فكرنا وإلى نفسنا، من الصعوبة أنه نتخلص من عنده. فنحن علينا أنه قبل ما يجي ويتغلغل الكبرياء في داخلنا نحن نقف وبقوة ربنا وبقوة روح القدس طبعا اللي هو قوتها هي تسلحنا من الداخل، نكون قادرين على أنه نكون متواضعين، نحاول نكون متواضعين، ما نسمح للكبرياء أنه يتغلغل في حياتنا وفي داخلنا. إذن التواضع هل هو إحدى الأمور اللي تتخذها بحياتك، بحيث كنيسة مار يوسف مو بس الكلدان يروحون يقدسون هناك ولكن غير الكلدان أيضا؟ يعني الكلدان وغير الكلدان بالنهاية نحن كلتنا مسيحيين. آمين. يعني كلتنا نحن نتبع المعلم يسوع المسيح، ونحن علينا أنه نفتح قلبنا، وبصراحة نفتح قلبنا حتى لغير المسيحيين. يعني نحن اليوم أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض، نحن علينا أن نكون شهود للرب يسوع في هذا العالم، علينا أنه نحن نكون نلتقي مع الناس رغم ضعفنا ورغم الضعفات اللي موجودة في حياتنا أو التجارب اللي نمر بها، لكن بنفس الوقت نعطي مثال للآخرين على محبة المسيح. بقدر ما نكون ملتصقين ومتحدين مع يسوع المسيح، بقدر ما نقدر نحن أنه نكون نعكس للآخرين هذه الصورة البهية والجميلة للإيمان المسيحي. فنحن علينا يعني خاصة نحن كقسان، إذا نحن نفرق بعد شلون نحن نقدر أنه نوصل هاي الرسالة، رسالة المحبة اللي يسوع المسيح أعطاها لنا وسلمها لنا، واللي نحن أول الناس نحن لازم نكون تلاميذ للرب يسوع. فعلينا أنه نحن نتقبل الآخرين، نفتح قلبنا للآخرين، وأي واحد يحتاج من عندنا خدمة نقدمها إلى بقلب مفتوح وبمحبة كبيرة. آمين. حضرتك أدى سنوات في الخدمة الكهنوتية، من المعوقات اللي تشوفها بهالخدمة ما هي أبونا؟ يعني المعوقات من أي ناحية تقصدين؟ بشكل عام الخدمة الكهنوتية. يعني الكهنوت هو بشكل عام يتطلب وقت الإنسان، حياة الإنسان، ما يتطلب أنه فقط أنه أنا أنطي وقت معين لأنه أنا ككاهن وباقي الوقت أنه أنا بكيفي أتصرف مثل ما يحلو بحياتي. ما هذا هو الكهنوت. الكهنوت من يوم اللي سجدنا أمام المذبح وبالسيامة برسامة الكهنوتية كانت أنه نحن نعطي نفسنا للمسيح ونكون تلاميذ المسيح، وكل الناس اللي نلتقي بيهم لازم نوصل لهم هذه الرسالة اللي هي رسالة الخلاص، ونستغل الأوقات المناسبة وغير المناسبة لإيصال كلمة الإنجيل ولأنه تحقيق العدالة الإنجيلية في هذا العالم، وبنفس الوقت لعكس رحمة الله ما للأقوياء، إنما نعكس رحمة الله للناس اللي هم ضعفاء واللي هم بأشد حاجة إلى هاي الرحمة. آمين. أبونا إذا يوم من الأيام حضرتك للشبيبة
شباب الكنيسة تسوي محاضرة، وخليت محاضرة تحت عنوان ما دمت تنظر غيرك فلن ترى نفسك، بكلمات مختصرة. إيش حتجاوبهم أو ما هي الأمور اللي حتركز بها بالمحاضرة؟ يعني ما دمت تنظر غيرك لن ترى نفسك. فنحن يعني نقدر نقول اللي تفكر فقط بالآخرين، فقط أنه أنت تنظر إلى الخشبة اللي في عين الآخرين، ما راح تقدر أن القشة اللي في عين الآخرين ما راح تقدر تشوف القشة التي في عينك. فعلينا أنه ما نركز على فقط على ذاتنا وعلى إمكانياتنا وننظر إلى الآخرين وكأنهم أقل من عندنا. علينا أنه نحن نحقق هذا التوازن في علاقاتنا، والتوازن بنظرتنا لذاتنا ونظرتنا للآخرين. ما نركز فقط على سلبيات الآخرين، إنما نفتح قلبنا نشوف الآخرين، نشوف إيجابيات بهم. نركز أيضا على الأشياء اللي هم يعملوها. يمكن هم ينتظرون من عندنا أحيانا أنه نحن نكون عون لهم ونكون قوة لهم ونشجعهم على بعض الأشياء، خاصة نحن كرعاة. الراعي ينتظرون الناس من عنده تشجيع معين، ينتظرون من عنده أنه يعطي مثال صالح من الشيء اللي ماخذه من يسوع المسيح. فإذا تركز على غيرك فقط، معناها تركز على أخطاء غيرك، ما راح يكون عندك مجال تركز على أخطائك أنت أو على نفسك. علينا أنه نحن، ولهذا نحن دائما بالسمينار كانوا يعلمونا أنه مراجعة فحص الضمير ومراجعة الذات. بالليل قبل ما ننام أكو صلاة المساء، لازم نحن نفحص ضميرنا ونراجع ذاتنا حتى نفكر أنه نحن شو من الأشياء اللي مقصرين تجاه الآخرين، ونطلب من الرب أنه يسامحنا عليها. فما يصير فقط أنه نفكر فلان قال وفلان حكى وفلان غلط وفلان سوى أشياء مو زينة. لا، علينا أنه نحن أيضا نفكر ننظر إلى ذاتنا، أيضا ننظر الأشياء اللي نحن سلبية موجودة بينا، وأيضا أحيانا علينا أن ننظر الإيجابيات اللي الله أعطاها لنا، حتى يكون نحن نفتح مجال أنه نشكر ونمجد الله على نعمة الكبيرة اللي يعطيها لنا. هل يوجد لديكم بالرعية نشاط زيارة العوائل أيضا؟ صراحة يعني نحن يعني من رسمت قس يعني بديت أنه أزور العوائل يعني بشكل دوري، خاصة اللي أكثر هم بحاجة إلى أنه الكاهن يكون قريب من عندهم. يعني بالبداية زرت تقريبا أكثر العوائل الموجودة، إذا ما أقول كل العوائل، لكن بعدين وراها بديت أنه يعني زياراتي أكثر تتركز على الأشخاص اللي هم محتاجيني، الأشخاص اللي أحسهم محتاجين، اللي محتاجين قربان، اللي محتاجين مثلا رعاية، اللي محتاجين مثلا قرب الكاهن من عندهم مشكلة معينة. وأحيانا البعيدين عن الكنيسة، أكو قسم ناس نشوفهم مثلا فترة ما موجود بالكنيسة، لازم أيضا نحن نسأل عليه. يعني أنا كقس أيضا مع الأخوات الراهبات نطلع نزور العوائل، نسألهم ليش ما تجون كنيسة، ليش ما تحضرون بالكنيسة، أنه كنيسة أمكم. بالنهاية عدنا نحن الوصية ربنا، احفظ يوم الرب. علينا أنه نلتزم بهذه الوصية، لأنه قربنا من الله يضمن أن كثير من الراحة الروحية اللي هي تأثر أيضا على حياتنا وعلى إيماننا المسيحي، وبالتالي تأثر على علاقاتنا مع الآخرين، أن نعكس هذه الروحانية للآخرين. آمين. هسا أبونا أريد نتعرف على البذرة الإيمانية. حضرتك من أين الاسم أيمن عزيز هرمس؟ أريد توضيح أيضا هذا الاسم والدعوة، كيف حسيت بها، كيف تم القرار أنه تتخذ هذا الطريق، طريق الخدمة للرب عن طريق خدمة الكهنوت؟ نعم، أنا اسمي أيمن عزيز هرمز، من ولادة مدينة الموصل. عمري كان سنتين أو 3 سنوات، أهلي تركوا الموصل وجاءوا للعيش في كركوك، ولهذا أنا فتحت عيني في كركوك. يعني كان كركوك اعتبرها هي مدينتي اللي فتحت عيوني بيها، اللي شفت بيها ابن كركوك، علاقاتي، اصدقائي، كنيسه، هي وكانه يعني جزء من عدها.
من 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 المجتمع الكركوكي، وهم ايضا جزء من عندي. ونرجع للاصل ايضا، انا جدي من ما شاء الله تاريخنا كمسيحيين كله تاريخ تهجير وقتل ونزوح. فجدي قبل 100 سنة بالحرب العالمية الأولى كان بنهايتها، هو نازح أيضا من بوتان من تركيا، جنوب تركيا، نزح إلى الموصل في وقتها نتيجة الاضطهادات اللي صارت في ذلك الزمان والقتل العام اللي صار بحق المسيحيين عامة. فأجا استقر في الموصل وعشوا في الموصل فترة طويلة، بعدين وراها جينا إلى كركوك، وبعدين ورا كركوك جيت إلى السليمانية أعيش هنا، هاي مدة 11 سنة. أريد نعرف الحياة بكركوك، كيف كانت الالتجاء للكنيسة، دور الأهل وأبائنا أكيد. صراحة قضيت طفولتي في كركوك، نحن قضينا أنا أصغر واحد بالبيت، نحن أربع أخوان وأربع أخوات، أنا أصغر واحد في بيتنا. من كنا صغار كان أيضا أبونا ستيفان وأبونا بول اللي هما أخوان، سلامنا، هما كانوا موجودين في كركوك يخدمون مع الأب اللي هو صار مطران في أربيل، مطران يعقوب شير، هو أيضا صار كان قس في كركوك، وكان أيضا المرحوم المطران أندراوس سنة هو مطلعنا. أكثر شيء كان الكهنة، مثال الكهنة اللي شفتها من عندهم إنه هما كانوا يبذلون ذاتهم في سبيل الرعية، خاصة في سنين الحصار وقبل الحصار بالحرب، من كان وضع الناس جدا تعبان، والناس خاصة الحصار الاقتصادي اللي بعد خلفته حرب الخليج والتداعيات هاي الحرب على الشعب والفقر والحرمان والحصار الاقتصادي، واللي جت فترة يمكن ما كنا نشوف الأكل، ما يكون سهل إنه نحصل على أكل حتى نعيش، وأكثر الشعب العراقي يمكن عاش هاي الظروف الصعبة. فشفنا في ذلك الوقت موقف جميل من الكهنة في الاحتضان، في إنه تشجيعنا على إنه الالتصاق بالكنيسة. يعني أتذكر كان أبونا ستيفان دائما يقول لنا تعالوا للكنيسة، تعالوا التعليم المسيحي، يجي هو علينا، هو يعني يسأل علينا. كان فترة والدي مريض، كان يجي أحيانا بالباص، يستقل الباص يجي يعطيه قربان مقدس ويروح. يعني هذا المثال هو بقى مزروع في داخلي لحد الآن. وبعدين وراها أيضا أبونا بول ربان من خلال علاقاته ويا الشباب، ومن خلال علاقات النشاطات اللي كانت موجودة في كاتدرائية قلب يسوع، فكان الكل يعمل سوية. أيضا مطران يعقوب اللي هو كان في كنيسة مريم العذراء، اللي كان هم عندهم أيضا نشاطات في خدمة الناس. يعني مثالهم كان جميل جدا ببساطتهم، وليس بتعقيدهم، وليس بنقدر نقول فقط يتكلمون عن الشهادات وعن الدراسات وعن إلى آخره، لا، الشهادة اللي قدموها لنا شهادة جدا جميلة انعكست في داخلنا. يعني أنا أتذكر لحد الآن موجودة في ذاكرتي، هاي من 91 لها هاي 30 سنة، لكن لحد الآن أنا أتذكر المواقف الجميلة اللي من الكهنة اتجاه الرعية، اتجاه خدمة التعليم المسيحي، اتجاه أنه تشجيعنا كأطفال على أنه نحضر للكنيسة ونكون قريبين من الكنيسة. هاي الشهادة نتعلم من عندها، وهي تكون أيضا مثل درس نقدر أنه نستفاد من عندها في خدمتنا الكهنوتية اللي نحن نقوم بها. حضرتك كنت تشارك بالنشاطات الكنسية بكركوك؟ أنا في كركوك كنت عضو في الجوقة في كنيسة مار يوسف. أول ما رحت الكنيسة كنت صغير، يعني نهاية الثمانينات وبداية التسعينات صغير، لكن مع أخواتي ومع أخواني، مع أخويا وأخواتي، كنا بالجوقة، وشوية شوية كبرنا في الكنيسة، يعني فتحنا عيوننا ونحن نشوف الكنيسة قدامنا. يعني هذا الجو الكنسي ما هو جو غريب علينا. بالجوقة كنت، لكن بنفس الوقت في التعليم المسيحي وفي نشاطات أخرى أشترك. يعني كان كثير يعجبني أنه أسمع، يعجبني أنه أشارك،
مع العلم انه كنت طفل صغير، شوي شوي بدأت هاي البذرة تنمو يمي، بذرة الإيمان اللي هي أهم بذرة موجودة في حياة الإنسان، أنه يكون بذرة الإيمان موجودة في داخله. بعدين وراها تجي أنه مثلا أنه أكون شماس أو أكون في الجوقة وأنا أكون في أنه أخدم ككاهن، هاي الأمور كلها هي تنظيمية أكيد في الكنيسة، لكن أنه بذرة الإيمان هي البذرة الضرورية لكل إنسان مسيحي أنه يقدر من خلالها أنه يكون فاعل في المكان اللي هو موجود به. حضرتك بيا سنة بالتحديد قررت أنه تتخذ قرار الدخول إلى الخدمة الكهنوتية؟ صراحة أنا كنت في الإعدادية، في الخامس الإعدادي، خامس الإعدادي خلصته، كنت أيضا في رعاية قلب يسوع في كركوك اللي يعني إيماني أمارسه في تلك الكنيسة، وأبونا بول كان هو خوري الرعية، فأنا يعني كان مثل فد يوم صار انه موضوع ده اسال الابونا بول، اقول له شلون انسان شلون الشاب يقدر يكون يصير كاهن؟ العلم انا ما كان عندي لا رغبه ولا كنت مفكر انه اصير كاهن، فكان يقول اكو سيمينير بغداد اللي يدرس يصير كاهن، ما اعرف انا شو راسا فكرت ليش ما انا اصير، قلت يعني انسان اقدر اصير، وانا كنت مخلص خامس علمي، كنت اعفاء عام يعني تذكرون يمكن انتم كنتوا بالعراق، اللي يقدر انه يجيب درجات يعفى حتى ما يمتحن السنه، فانا كنت مرتاح لا عندي امتحانات ولا شيء مال نهايه السنه، فقال لي ليش ما تروح تشوف السمينير تجربه؟ قلت له خليها انا هسه ابونا انا هسه راح اروح للسادس، السادس علي انه ادرس اجيب درجه اصير مهندس اصير طبيب اصير اي شيء اخر، فشيء انه اقدر انه اخدم به احقق به اولا طموحي واخدم به الناس. هاي لا ليش ما تروح انت للسمينير تجرب نفسك هسه بالسادس، كمله بالسمينير الاعداديه بعدين وراح تقدر تقرر. صراحه فكرت ما كنت افكر بجديه، بعدين شويه شويه تغلغلت الامر يعني في داخلي، بديت افكر بجديه بالموضوع، قلت له اوكي اروح. رحت للسمينير، ما كان عندنا مجال صراحة بالسمينير ندرس بما فيه الكفاية، هاي الصعوبات اللي نحن عشنا بيها بالسمينير قسم الصغار، ما كان عندنا مجال أنه ننطي وقت خاصة صف سادس يحتاج الكثير من الدراسة، ورغم هذا أنا نجحت من كنت من المتفوقين أيضا في أنه كملت الدراسة أكيد بنعمة الرب، يعني أنا ما أفتخر بهذا الشيء، يعني فخر بالنهاية هو الله، لكنه مرات ربنا هو يساعدنا حتى نحن نكمل الطريق اللي هو يريده من عندنا. ورحت بعدين للسمينير الكبار قسم الكبار وكملت السمينير، وصارت كثير من الأحداث في حياتي وبالنهاية صرت كاهن. احنا نحتاج تفاصيل أكثر على الدراسة في المعهد الكهنوتي، أريد نعرف بالتحديد كم سنة بقيت تدرس أبونا، ويعني بأي أماكن رحت بالتحديد؟ سنة 1998 16/9 أنا فتت للسمينير قسم الصغار وبديت أداوم في إعدادية الأعظمية، كملت صف سادس هناك سنة 98-99. نعم 99 دخلت إلى السمينير قسم الكبار وبقيت هناك في السمينير قسم الكبار من سنة 99-2000 إلى سنة 2005، يعني 2005 اللي هو كانت صف ثالث لاهوت اللي مرحلة قبل الأخيرة، أنا وصلت إلى قرار في داخلي أنه أنا ما أقدر أكون طول حياتي أعزب، ما أقدر أنه أنا أعيش بدون مثلا عائلة أنه ضمن عائلة، فقررت أنه أترك السمينير وكملت آخر سنة من سنوات دراستي اللاهوتية خارجيا في كلية بابل، وبراها كملت الدراسة طلعت عشت حياتي كعلماني، يعني آخر سنة الرابع لاهود أنا كنت علماني أداوم في كلية بابل، كنت تارك السمينير، وحتى من قررت أنه أترك السمينير أنا كنت حاط كفتين بيدي أنه أكون كاهن أعزب أو أنه أترك أطلع أنه أروح
أتزوج وأكون عائلة. فصراحة يعني فكري كان أنه صح أنا أحب الكهنوت، ويمكن حياتي ودراستي كلها قضيتها بالدراسة وبالدراسات اللاهوتية والفلسفية، لكن أنه شفت نفسي أنه ما أقدر أعيش بدون أنه أكون عائلة وأتزوج، أنه تركت السمينير وقررت أنه أعيش حياتي كعلماني في هذا العالم، وأكون إنسان متزوج مثل أقراني الآخرين، أصدقائي، أهلي، كل الناس، أكون عائلة مسيحية أحاول أنه أقدمها بشتى الطرق، حتى نكون نحن أيضا نعطي مثال لعائلتنا لهذا العالم اللي يحتاج أيضا أنه يكون العائلة المسيحية تعطي مثال له. فقررت أنه أترك السمينير، طلعت الفكرة نهائيا من عندي أنه أكون كاهن سنة 2005، في الصيف 2005 اللي قبل ما أكمل الرابع. يعني من أنا دا أقول أنه من حطيت الاثنين في كفة الميزان، كفة الميزان نزلت الأكثر أنه أكون عائلة وأتزوج. ما أقول أنه أنا لأخ دراستي أو اللي فت السمينير كلها وكأنه أنه كانت خيال أو كانت فتشي أنه مرغم عليه أو مجبور، لا، لكنه من وصلت مرحلة القرار ما قدرت أنه أقرر أنه أكون كاهن أعزب، فقلت أنه أنا أتزوج أعيش حياتي كعلماني، طلعت تركت السمينير. بأسنة تزوجت أبونا؟ تزوجت سنة 2009. 2009 يعني تركت. نعم. 2005 ل 2009 بعدين تزوجت، وحاليا عندك أبناء؟ نعم، حاليا عندي بنت وولد. الله يخليهم لك. إذن 2009 كونت عائلة. نعم. يمتى قررت مرة ثانية أنه تدخل مرة ثانية إلى خدمة الرب عن طريق خدمة الكهنوت؟ نحن نتطرق هسه إلى مسألة أنه أنا قررت. أنا فتت للسمينير كان قراري أنه أكون كاهن أعزب، فكان القرار من عندي أنا أنه أفوت للسمينير، أحب وأرغب أنه أنا أكون كاهن، لكن أنا أعرف كل زين الكنيسة تريد من عندي أنه أكون كاهن أعزب، لأنه أعرف أنه كل القسان اللي حكيت عليهم اللي هم ثلاث قسان في كركوك كانوا يخدمون اللي وقت فتت للسمينير، قبل ما أفوت للسمينير ثلاثتهم أبونا ستيفان وأبونا بول وأبونا يعقوب، ثلاثتهم كانوا عزاب، فأعرف أنه شرط العزوبية هو أنه في الكهنوت أنه الكاهن أحد شروط اللي واحد يصير كاهن أنه يكون أعزب. فالقرار كان أنه أنا أفوت السمينير أصير قس. أما بالنسبة أنه أنا من زوجت من طلعت من السمينير، القرار ما بقى يمي أنا، القرار تحول من عندي إلى الكنيسة اللي بشخص الأسقف راعي الأبرشية هو اللي قرر إذا كان يريدني أنه أكون كاهن أو لا. يعني ما هو قراري أنه أنا أكون كاهن. نعم. من كنت أعزب فتت للسمينير أنا أقرر، لكنه بعدين وراء أنه لما تزوجت وتركت السمينير كانت دعوة من الكنيسة، يعني بدأت دعوة أخرى أنه أنا من الكنيسة أنه ليش ما تجي أنه تصير كاهن، وصرت كاهن. فما كان القرار قراري حقيقة أنه أنا، لكن كانت دعوة من الكنيسة من راعي أبرشيتنا آنذاك اللي هو سيدنا لويس ساكو اللي هو حاليا غبطة أبينا البطريرك، فهو قال لي أنه أنت دراسيا زين وأيضا طقسيا ليتورجيا زين، أنا أشوف بيك أنه أنت تكون تقدر أنه من خلال أنت وعائلتك تقدر أنه تخدم ككاهن. فالدعوة جتي من الكنيسة أنه أنا أخدم، وبعد التفكير والتأمل، ورغم أنه هذا التفكير والتأمل ما طول كثير، تقريبا خلال شهرين صرت شماس إنجيلي وكاهن، ما لحقت، يعني ما كان أنه فترة طويلة أنه حتى أفكر بيها، أكيد لأنه سيدنا المطران أو أبينا البطريرك اللي هو يعرف، يعني يعرفون أنه عندي جذور، يعني ما أنه أنا ما عندي جذور أبدا في الكنيسة وفي الكنوت، خاصة هو كان سيدنا لويس كان هو مدير السمينير في وقتها، وقت اللي أنا كنت طالب، يعني أنا من فترة السمينير قسمي الكبار
هو كان المدير السمينير فيعرفني. سنتين بقيت بالسمينير، أول سنتين هو كان مديرنا، بعدين تغير جاء أبونا سامي في وقتها هو صار مدير السمينير. نعم. الدعوة فهذا الشيء بس حتى يكون واضح أيضا لأخوتي وأخواتي الآخرين، أنه الدعوة هي أنه أنا أكون بالكنيسة والكهنوت، القرار أنه أنا أقرر أكون أعزب. أما بالنسبة لقبول المتزوج في أنه يكون كاهن، ما قرار الكاهن نفسه أو الشخص نفسه، إنما دعوة أخرى من الكنيسة بشخص الأسقف أنه يجي ويخدم أنه كمتزوج وكاهن في نفس الوقت. فكأنه هي دعوتين نفس الدعوة، سنات يخدمون ككاهن، لكن أكو اختلاف في نوعية الخدمة، في نوعية النمط المعيشة والحياة اللي الكنيسة تسميه أنه تقليدين، تقليد شرقي وغربي، أنه الغربيين أنه لازم أنه شرط من شروط أنه يصير كاهن لازم يكون أعزب، أما الشرقيين فانطت الخيار أنه ممكن واحد أنه أعزب يكون كاهن، وممكن أنه شخص متزوج تقبله أنه الكنيسة أنه يكون كاهن متزوج. حضرتك قلت بعد التفكير والتأمل، هل المدام كان عندها دور؟ حقيقة هو بالنسبة للكهنوت الكاهن المتزوج بدون موافقة الزوجة ما ممكن أنه يصير، يعني يأخذون موافقة الزوجة قبل أنه موافقة الشماس اللي هو مرشح أنه يصير كاهن، فأكيد كان لها دور. حاليا حضرتك راعي كنيسة مار يوسف في السليمانية وأيضا صاحب عائلة وعندك أبناء 2، كيف يتم التوفيق بين هالكفتين؟ بصراحة يعني أحيانا صعبة، أحيانا أكو صعوبة، يعني إذا أريد أنه التوفيق يعني مرات أنا تالي الليل رسالتي الكهنوتية تتطلب من عندي أنه أكون أنا خارج البيت، أو من الصبح من وقت أنه لازم أكون أنا خارج البيت. أحياناً يمكن أكو أيام ما أشوف أولادي أو ما أشوف عائلتي لأوقات معينة، فأكيد صعبة، صعب التوفيق، ولهذا الكنيسة تأخذ موافقة الزوجة قبل ما أنه ترشح أو ترسم الشماس حتى يصير كاهن، لأنه الزوجة حتى أنه تتحمل، تقدر تتحمل هذا الشيء أو ما تقدر تتحمل أنه زوجها يكون يعني مشغول بأشياء أخرى، فهي أكيد لازم يكون عندها هذا الإيمان وهذا الاستعداد أنه زوجها يخدم ويكون ينطي وقته، أكثر وقته خارج البيت وليس داخل البيت. فتحتاج أنه أيضا أنه زوجة الكاهن تكون مضحية نوعا ما، مضحية في أنه مستعدة أنه زوجها يكون ما متواجد دائما في البيت، يكون أنه العائلة وزوجها وعائلتها كلها في خدمة الكنيسة تكون وفي خدمة الرسالة. الآن أريد نعرف أين كانت الرسامة بيا يوم؟ الجو الرسامة شلون كان أبونا؟ أي رسامة من عندهم، إنجيلية أو كهنوتية؟ نبديها من الإنجيلية. رسمت شماس إنجيلي 23/5/2010، سنة 2010 في كاتدرائية قلب يسوع الأقدس على يد غبطة أمين البطريرك في كركوك، كانت أكيد في كاتدرائية قلب يسوع في كركوك على يد سيدنا لويس ساكو اللي هو كان مطرانا آنذاك. والرسامة الكهنوتية؟ رسامة كهنوتية رسمنا أنا وأخي وصديقي الأب قيس ممتاز اللي هو أيضا خوري كنيسة كاتدرائية قلب يسوع في كركوك، رسمنا بتاريخ 16/7/2010، يعني بعد الرسامة الشماسية الإنجيلية تقريبا بأقل من شهر ونص. نعم.
شهر ونص أو شهرين. أول خدمة في الكنيسة وين كانت كقس؟ حقيقة أنا من الكنيسة دعتني ب يعني الدعوة اللي جتني من الكنيسة أنه أكون كاهن بشخص صاحب الغبطة، مطلعنا على ذاك سيدنا لويس أنه أنا أخدم في الكنيسة أصير كاهن. ما فكرت أنه بأي كنيسة أكون وأي كنيسة أخدم، لكن هو كان قال لي أنه أنت نحن نحتاج كاهن في كنيسة مريم العذراء، وأيضا حدود بيت أهلي الجغرافي هو في كنيسة مريم العذراء، يعني مثل كنيسة الرعية مالتنا اللي هو أيضا أبونا صديوة، صديوة عزيز رسام اللي هو خوري الرعية حاليا هناك، فهي الخورنة الأهلي تابعين إلها الجغرافية، نحن تابعين إلها. فكنت أنا على أساس أنه أكون كوري هذه الرعية وأخدم في هاي الرعية، بقيت بيها شهر كنت بقيت بيها كاهن من 16/7 إلى 16/8. أنا كنت أخدم هناك أسوي قداديس والمتطلبات الطقسية والكهنوتية. نعم، وبعدها رحت للسليمانية أبونا؟ يعني هو بعدها أنا مو رحت، يعني حتى أنا ما رحت مثل أنه رحت أنا أشيل غراضي وروح السليمانية أصير كاهن، لا. يعني سيدنا لويس بوقتها يعني قال أنه روح، خلينا نروح أنا وأنت السليمانية حتى هناك أعرفك على الرعية أنت ككاهن جديد، خاصة أن ذاك أبونا قيس طلع حتى يكمل دراسة في الخارج، في طلع حتى يكمل الماجستير في اللاهوت العقائدي، فقال تعال ويا أنت السليمانية خلي أعرفك هناك على الرعية أبرشيتنا اللي موجودة في السليمانية. أخذني هنا جابني إلى الكنيسة، فقال أبونا صليوة لازم هم التزامات العائلية اللي هو أيضا في كركوك عليه أنه يرجع، كنيسته هي اللي يخدم بيها وخوري كنيسة مريم العذراء في كركوك، عنده التزامات لازم أنه يرجع يخدم في كركوك وما راح يكون عندنا قس بسليمانية، أنت أبقى بسليمانية وأنا أخذ أبونا صليوة ونروح لكركوك، يعني بهالسهولة هالشكل، فبهالسهولة بقيت رأسا بسليمانية، يعني وكأنه جينا سليمانية بقيت خلاص بعد ما رجعت هنا. وخلص شوي شوي بدأت أنتقل، وخلال شهر تقريبا تحولت، يعني ما بقيت، يعني أنا وزوجتي تحولنا إلى سليمانية وبدأنا نشاطنا هنا بسليمانية وحياتنا داخل الكنيسة. القداديس كنيسة مار يوسف بأي لغة أبونا؟ اللغة الكلدانية والعربية. لكن قبل يومين كان عندنا قداديس التناول الأول جمعة الفاتت عيد التجلي 6/8/2021 كان عندنا تناول أول لـ30 طالب وطالبة من أهالي سليمانية، فمن سوينا الإحصائية أنا والماسير ماسير زينة سوينا الإحصائية إنه منو اللي يدرسون في مدارس أجنبية حتى نعرف منو اللي يقرأ ودراسته هو إنجليزية ونوعا ما من يتكلم مثل فكرة من صاير إنجليزي، ف 14/1 15/1 من 30 14/15 هم دراستهم إنجليزية، يعني عند اللغة الإنجليزية مفضلة عن العربية وعن السورة وعن الكردي، يعني هو مثل فكرة صاير إنجليزي، فدخلنا كثير من الأشياء في القداس التناول الأول باللغة الإنجليزية، لأن قلنا إنه بعد طبعا بعد أخذ رخصة الراعي الأبرشية سيدنا يوسف توما إنه دخلنا كثير من القضايا بالإنجليزي، أفعال قبل التناول أفعال بعد التناول أكو طلبات أكو تقادم دخلناها عربي إنجليزي عربي إنجليزي، ليش؟ حتى يشتركون هذول الأولاد والبنات يفهمون شنو معناها، يمكن هو اللغة العربية مثلا ما كثير قريبة من عنده، اللغة الإنجليزية أقرب له، فكانت خليط من اللغات ولكن فشيء جميل أيضا. نعم، أريد نأخذ رأي أبونا أيمن، حاليا الدعوات الكهنوتية قلت مو مثل السابق، لماذا؟ حقيقة الدعوات الكهنوتية هي من حياة الكنيسة، لكن
هي بنفس الوقت تتأثر بالحياة الإيمان بشكل عام. يعني العالم كثير توجه إلى العولمة، كثير ابتعد عن الله، فبالتأكيد يأثر هذا على الكنيسة، يأثر على الشباب، يأثر على الناس. الإنسان اللي يفكر بطريقة استهلاكية، أنا أبني ليش أصير كاهن، أو أنا ليش أصير كاهن، يمكن أكو غير وظيفة أقدر أنا أشتغل بيها ممكن يكون 8 ساعات وراح أحفر نفسي، أنا أتصرف شو ما يحلالي. أما بالنسبة أكون كاهن وأكون محط لانتقاد الآخرين وانتقاد الأهل يمكن والأصدقاء والرعية، وكثير من المرات نحن الكاهن صار أو الرجل الدين بشكل عام الشماعة اللي يذبون كل الأغلاط وكل السلبيات اللي موجودة في المجتمع وفي حياتهم وفي الفشل السياسي وفي الفشل الاقتصادي الموجود في العالم وفي البلد، يذبوه على رجل الدين. فأحيانا يكون صعب، يعني رجل الدين يحس نفسه، الشاب يحس نفسه أنه ليش أفوت بهاي المعمعة مثل ما نحن نسميها بالعراقي، مش أكو أفوت بهاي المعمعة، خلي أكون بعيد. ففي كل مكان هذا السبب من الأسباب، لكن بنفس الوقت يعني أنا اللي أحب أنوه إلى يعني الدعوات الكهنوتية والرهبانية حتى لو تكون قليلة، لكن إذا كانت نوعيتها زينة، نوعيتها جيدة، تكون قريبة من المسيح، تعكس صورة الله للآخرين، تعكس رسالة المسيح في هذا العالم، راح تكون مؤثرة، راح تكون هاي البذرة اللي قادرة اللي تنقل الجبال. أما بالنسبة إذا تكون سيئة النوعية فبلا إياها أحسن حقيقة. كثير من المرات أكو قسم يعني كاهن يحمل الناس من نية، أنا صاير كاهن، ما حد قالك تكون كاهن، ليش تحمل الناس من نية؟ الناس همين يعني يريدوك تخدمهم، لكن تخدمهم بفرح، أنت تعكس رسالة الفرح، رسالة الخلاص الآخرين. أما أنت إذا تكون حزين دائما فهذا معناها أكو خلل. يعني دائما كان بالسمينير يعلمونا علامة من علامات الدعوة الحقيقية هي الفرح، من تكون فرحان أنت بالطريقة اللي تمشي به. إذا أنت ما تكون فرحان في هذا الطريق معناها أنت لازم تراجع نفسك، قد يكون هذا مو طريقك. فعلينا أنه نحن نميز أنه الدعوات الجيدة حتى لو كانت قليلة لكن هي راح تكون مؤثرة كثير في العالم وفي الكنيسة. أما إذا كانت دعوة سيئة بلاياها أحسن برأيي. طبعا سر الاعتراف، تعترف أبونا، هل القاس خادم الرب كخدمة كهنوتية هل يخطأ؟ سبحان الله ما يخطأ، منو ما يخطأ؟ كم مرة تعترف أبونا؟ يعني هاي أسئلة شخصية حقيقة، يعني بس أكثر شيء أحاول نعم قبل العيد أنه أهيئ نفسي، يعني أحاول. مرات يمكن ما يصير مجال أيضا أعترف بسبب أنه يمكن القسان يمكن بعيدين عني، أنه مثلا أنا قس الوحيد، صح أنا وأبونا ينس الراهب الكاهن السويسري اللي يخدم في دير مريم العذراء، لكن أحيانا ما يصير لنا مجال أنه نلتقي حتى نعترف الواحد يم الآخر. بس عادة قبل العيد نحاول أنه نصفي داخلنا حتى نقدر أنه ندخل العيد نعيد بشكل أنه العيد يكون يسوع داخل إلى حياتنا، ننظف قلوبنا ونكون مستعدين لاستقبال الرب في حياتنا وفي كنائسنا أيضا. ما هي الالتزامات الكهنوتية من وجهة نظرك؟ التزامات الكهنوتية هي أن تكون تلميذ ليسوع، أما أي شيء آخر فهي أشياء تنظيمية فقط. نعم. بعد كل هذه السنين في الخدمة الكهنوتية، هل أدركت بأن اختيارك كان في مكانه بلا ندم وبقناعة؟ لا يوجد قرار تكون به قناعة 100%. دائما أكو مجال، لكن علينا من نقرر الأهم أنه نلتزم أهم من أنه نتندم ونقف عند ندمنا، أنه نستمر. هذا الاستمرارية وهو اللي يحقق الرسالة اللي نحن حامليها على عاتقنا.
أبونا أيمن عزيز هرمز راعي كنيسة مار يوسف للكلدان، كلمة أخيرة لجمهور قناة القيامة، وهل تتابع هذه القناة الوليدة؟ نعم، حقيقة أنا أتابع هاي القناة الحديثة والجديدة اللي هي تقرب بين الكهنة بعضهم بعض، شمامسة بعضهم البعض، خدام الكلمة، المرتلين، الناس اللي يخدمون بالكنيسة. فشي جميل أنه نسمع من بعضنا البعض. الكلمة الأخيرة أنه للجمهور قناة القيامة، أنه لا تنظرون للكاهن أنه هو شخص مثالي، هو معرض للخطأ، معرض أنه يسقط بالخطيئة. لكن بنفس الوقت أيضا أوجه رسالتي إلى أخوتي وأخواتي، أخوتي الكهنة وأخواتي المكرسات، إذا نحن أيضا ننطي مجال لنفسنا أنه نغلط مثل ما العالم ده يغلط، وين مكان حضور الله في حياتنا؟ وين مكان حضور المسيح في حياتنا؟ شلون نحن نقدر نكون رعاة الناس اللي نحن نخدمهم اذا ما نحن نكون اول شيء مثال لهم؟ اما انه دائما اقول انه انا معرض للخطيئه وخلي اسقط بالخطيئه، لا، هذا الشيء مو صحيح. عليها انه انا اكون مثال للاخرين. فاليوم الرساله اللي اوجهها لجمهور قناه القيامه أنه صلوا من أجل رجال الدين، كهنة، أساقفة، بطاركة، بابوات، كل يحتاجون إلى صلوات. الأخوات الراهبات أيضا الكل محتاجين أنه نصلي لهم حتى ما الرب يكون وياهم ولا يدخلون في التجربة اللي أحيانا تكون تجربة تكون صعبة بحسب الدرجة اللي موجود بيها المكرس. شكرا جزيلا الأب أيمن عزيز هرمز من السليمانية العراق. شكرا. متابعي قناة القيامة، شكرا لحسن المتابعة. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. كونوا معنا الأسبوع القادم وحلقة جديدة أخرى من برنامج مسيرتي مع الرب.